We'll be right back.
Je voulais seulement savoir s'il y avait du changement. Ils m'ont dit que je n'avais en aucun cas changé, que je restais le même et que je m'en sortais. Brain game, say the same name over, and it's not mine. Some other clown on top of your spine. I don't have the time, I don't need the hassle. You lose, the queen is getting kicked out of the castle. It's just a couple words, so I'll never forget. Yo, I left you already, but you haven't heard me yet. Chez moi. Les meufs font les escortes, les stars sont planqués. À chacun son rentré, poteau, l'objectif. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة الحلقة حلقة فلسفية شوية. مش هتكون عبارة عن تدريبات، هتكون عبارة عن أسئلة وأجوبة. هنقول النهاردة خمس نصايح لاعب الكونغ فو سواء المتقدم أو المبتدئ، ومش لاعب الكونغ فو بس، لجميع لاعبي الفنون القتالية، وخمس حاجات بيتميز بيها لاعب الفنون القتالية. يلا بينا دلوقتي مع أول حاجة، الخمس حاجات اللي بيتميز بيها لاعب الفنون القتالية. أول حاجة بيتميز بيها لاعب الفنون القتالية هي السرعة. ما ينفعش لاعب فنون قتالية ما يكونش تدرب على السرعة خلال تدريباته اللي اتمرنها، لأن السرعة عامل مهم في ان هو يفوز ضد خصمه وان هو يحسن من مهاراته. لان حتى لو هو بيتميز بالقوه ومفيش سرعه عنده، كل ضرباته هتكون عديمه الفايده، هتتصد، ولو بطيئه هي في مراوغه، هيبقى الخصم اللي قدامه يقدر يراوغ الضربه بتاعته ويقدر يتصدى للهجوم بتاعه بهجوم مضاد. فالعامل السرعه دوت عامل مهم جدا للاعب الفنون القتاليه لا غنى عنه. العامل الثاني القوه. لو هو سريع وضرباته مش مؤثره وخفيفه، مفيش اي قوه في ضرباته، هل هيفيده في حاجه؟ تأكيد لا. فاذا عامل السرعه والقوه يكملوا بعض، لا سرعه من غير قوه تنفع ولا قوه من غير سرعه تنفع. العامل الثالث الاهم اللي هو سرعه البديهه. لازم يكون سريع البديهه وعنده سرعه رد فعل، ان هو مثلا لو اتعرض لهجوم يكون عنده الديفنس المناسب، يكون عنده الهجوم المضاد. لازم يتمرن على سرعه رد الفعل، ان هو اول ما يسد الديفنس يهاجم في نفس الوقت، اي دفاع مع هجوم في نفس الوقت. فده عامل مهم جدا. مفيش حد لاعب فنون قتاليه عايز يتقدم في المستوى ما عندوش العامل دوت. العامل الرابع عدم الاستهانه بالخصم، ان هو ما يستهنش بحد. رابع حاجه ان هو ما يستهنش بحد، ان ما ينفعش يقف قصاد خصم مهما كان حجمه اقل منه، تحس ان هو اقصر، تحس ان هو في حاجه مختلفه عنه، ما يقللش منه ولا يستهين بيه. دي حاجه تميز لاعب فنون قتاليه، ان هو ما يستهنش بيه. لازم ان هو يحترم خصمه ويقدره ويتعامل معاه على انه خصم جدير بالتحدي، ما ينفعش يقلل منه. خامس حاجه برده ده عامل مهم، ان هو الرياضه بتحسن له ان هو يسيطر على اعصابه، يتحكم في نفسه. ما ينفعش ان هو
الرياضه تخليه دافع ان هو يتعرض للمشاكل اكتر، ان هو يحب يفتري على حد او يقاتل حد او يجر شكل حد. بالعكس الرياضه بتحسن الخلق وتخليه يقدر يتحكم في اعصابه، وان الرياضه ديت بتخلي اي واحد كان بيحب يعمل مشاجرات كتير تخليه يقدر يسيطر على نفسه ويقدر مثلا ايه يتعامل باي طريقه، ويخلي القتال دوت اخر حل عنده. اللي بيتميز بيها لاعب الفنون القتاليه، لو في لاعب بيلعب فنون قتاليه ولقى عنده حاجه من الخمسه دول ناقصه يحاول ينميها عنده او يكملها، لان مفيش لاعب فنون قتاليه متكامل غير باهم خمس عوامل اساسيه اللي احنا ذكرناهم دول. يلا بينا دلوقتي نروح ايه هم الخمس نصائح للاعب الفنون القتاليه سواء المتقدم او المبتدئ. يلا بينا الخمس نصائح اللي لازم المبتدئين والمتقدمين يسمعوا النصائح دي. اول نصيحه، حافظ على اداء تدريباتك باستمرار، ما تفوتش يوم غير لما تأدي تدريباتك باستمرار عشان تحافظ على المستوى اللي انت وصلت له، حتى لو في اول اليوم في اخر اليوم في نص اليوم ما تفوتش تدريب في يوم واحد بس. تاني نصيحه، نظم وقت تدريبك، يعني خلي ايام لتدريبات القوه، خلي ايام للاطالات والمرونات، خلي ايام لتدريبات الاساسيه على القتال والفايتات والستاند وهكذا، تمام. ثالث نصيحه، لا تتردد في قتال، يعني اقبل اي قتال. دايما خلي حاطط في اعتبارك ان التحدي اللي هتقبله سواء كسبت فيه او اتهزمت فيه هتطلع بمهاره جديده او بتقنيه جديده. رابع حاجه، لا للغرور والتباهي، مش مهما وصلت في المستوى وتقدم ما تتغرش وتتباهى، لان دايما هتلاقي في اعلى منك في المستوى. حط في اعتبارك ان انت كل ما تتقدم في المستوى تواضع اكتر، لا تتغر، لان دول العدو الوحيد لاي لاعب فنون قتاليه. خامس حاجه، دون كل ملاحظاتك في سكتش او نوتة صغيره، اي حاجه دون ملاحظاتك فيها، التقنيات الجديده اللي انت اتعلمتها، ايه المهارات بتاعتك، ايه الحاجات اللي ناقصاك اللي لازم تتمرن عليها، لان المداونه ديت والملاحظه هتخليك دايما عارف المستوى اللي انت وصلت له وايه اللي ناقصك عشان تكمل مستواك. ويا رب النصايح دي تكون فادتكم، واشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله، ويا ريت تدعمونا بلايك وشير للفيديو واشتراك في القناه عشان تدعمونا اكتر وننزل فيديوهات اكتر واكتر. اشوفكم الحلقه الجايه.